دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى محافظة المنوفية، هنشوف تجربة مميزة بالفعل في مساحة 16 إيراد، زرعين فول الصويا ومحملين عليها الذرة الصفراء للوصول إلى أعلاف خضراء بنسبة بروتين تتراوح ما بين 18 لـ 22%، يعني مفيش أروع من كده للإنتاج الحيواني. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم في محافظة المنوفية وتحديداً في قرية القلشي، مركز تلا، زرناها عشان نكون شهود على نموذج هايل في قطاع زراعة الأعلاف الخضراء وطبقه المزارع محمد شورى، هو من المزارعين المخضرمين في الأراضي القديمة بالمنوفية. النموذج هو زراعة فول الصويا ومتحمل عليه محصول الذرة الصفراء في نفس المساحة بهدف زيادة نسبة البروتين في العلف ومكافحة دودة الحشد اللي أضرت بمساحات كبيرة مزروعة بالذرة. وبالمناسبة أرض آل شورى هي الوحيدة في المنطقة اللي ما اتصابتش بدودة الحشد المدمرة، وده ليه أسباب عجيبة فعلا، سبحان الله بجد. التجربة مساحتها 16 إيراد وتنفذت بالمركبات العضوية النوفا بلس للتسميد والنوفا كي لمكافحة الآفات الزراعية، وكل المعاملات كانت تحت إشراف الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية وفريقه العلمي، والنتائج هايلة فعلاً. وكفاية إن أقول لحضراتكم إن طريقة التسميد بالمركب العضوي النوفا بلس أجبرت الذرة الصفراء إنها تربي زغب على الورق، وبالتالي بقت خشنة ومستحيل على دودة الحشد احتمالها. أما نسبة البروتين عند حصاد الذرة وفول الصويا فهتتراوح ما بين 18 و22%. تعالوا في البداية نقابل الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية عشان نفهم منه أسباب تحميل الذرة على فول الصويا وأهمية التجربة في توفير أعلاف خضراء بأقل تكلفة وكمان مكافحة دودة الحشد. دي تاني تجربة تقريبا نشوفها لزراعة فول الصويا مع الذرة الصفراء، ده نوع من الزراعات العلفية المهمة جدا للثروة الحيوانية، والفلاح بيعتمد عليها اعتماد كامل عشان تقلل تكلفة العلف وكل واحد وشطارته. تمام، صح ولا لا؟ تمام. عايز اعرف هنا ايه اللي عملناه عشان يوصل لعود 3 متر، فول الصويا يوصل بالحجم ده في 42 يوم. النتائج حلوة، اشرح لنا بالراحة. بشكرك انت وفريق جدعان وز غانم على متابعة قصص نجاحنا على مستوى الجمهورية. المنوفية عندنا الرقعة الزراعية مجزأة فهي صغيرة جنب بيت المحافظات، فالمزارع المنوفي مع قطعة أرض صغيرة عايز يستفيد من كل بقعة أرض فيها. اللي عاملينه هنا عاملين تحميل دور على صويا بحيث ان المزارع يقعد أقل 7-8 شهور ما يشتريش علف من بره. فليك تتخيل ان التجربة اللي قدام حضرتك دي بمشيئة الله احنا نحصدها خلال شهر ونص من النهاردة، بنتكلم في 40-45 طن سلاج عالي البروتين من 16 لـ 22% بروتين. ده اخضر ولا جاف؟ اخضر، احنا بناكل اخضر، سلاج اخضر. اخضر 22% بروتين؟ 22% بروتين، ودي قصة كبيرة جدا مش جاف. لا، عايز اعرف الـ 22% جم ازاي؟ ان بروتين الصويا 45%. تمام. كثافة الصويا اللي حضرتك شفتها في الارض النهارده 70%، يعني حضرتك لو خدت بصيت كده كثافة الصويا في بالعين المجردة 70%. فبضرب 70% في عدد النباتات اللي موجودة، نباتات فول الصويا النهارده في الارض دي تتجاوز 40,000 نبات. ليك تتخيل رقم ضخم. النباتات الذرة بالطريقة التقنية بتاعتنا من 20 لـ 25% 1000 نبات. فبنفرم الاثنين مع بعض بقى متوسط 60 لـ 65,000 نبات نجيلي في بكولي. التانية انت الفلاحين كلهم اللي جربوا معانا بقى دي السنة الخامسة على التوالي، كل الفلاحين اللي جربوا معانا السلاج بالطريقة دي يقول لك معدل الاستساغة للحيوان ده أكتر من الذرة لوحده. يعني الحيوان عايز ذرة على صويا لأن الصويا بنسميه مصدر بروتين والذرة ده مصدر الطاقة. الحيوان عايز ياكل اتنين مع بعض، يا البديل أكل ذرة سلاج زي ما الناس بتعمل بالطريقة العادية التقليدية وأروح أجيب كزبة صويا من بره، التكلفة عالية جدا النهاردة، طن يعدي 20-25,000 جنيه. ما هو مشكلة المزارعين في مصر وفي غانم في الإنتاج الحيواني يقول لك تكلفة العلف غالية. يعني بتقعد مع أي واحد في موضوع البتلو، أنا أشوف ده الحل السحري لمشروع البتلو في مصر.
ده الحل السحري النهائي بقى خلاص. المزارع لما بيجربه هو احنا بنعمل دايما في كل قريه فلاح مستنير، نعلمه اصول الزراعه الحيويه وهو يتقنها، وهو الشورى يدرب الناس، هو يدرب جيرانه، جيرانه خلاص انتشر الموضوع. وبنحاول نوفر السماد في الجامعات الزراعيه، وانا نفسي مصر تخلص السماد الكيماويه، لان هي مش جان طوق النجاه للاقتصاد المصري، طوق النجاه ان نحيي التربه دي بكائنات حيه نافعه من الاول. يا ليك تتخيل، هو يقول لك انا ما ضفتش كيماوي لغايه النهارده، حضرتك تتخيل الصويا ده طوله متر ونص النهارده وما ضفناش شكاره كيماوي ولا يوريا ولا نترات. شوف حضرتك واقف فين والزهر فين. ده لما نيجي نفرمه عايز حركه تتفرق، هتلاقي عده على القرون معدي 90 قرن للنبات الواحد. الزراعه الحيويه اصلا فكر الاول، فكر المزارع لازم يقتنع احنا بنعمل ايه الاول. وانا بحاول اخلي المهندسين عندنا الزراعيين ينزلوا زيارات مجانيه للناس، احنا ما ناخدش مقابل نظير الدعم ده، نقول له إيه؟ واحد اثنين ثلاث المزارع بيطبق يلاقي نتيجه. يعني انا عجبني احمد الشورى ابن الحاج عبد الستار، الوالد فاهم بنعمل ايه، شاف فيديوهاتنا عايز يطبق، هو اللي اقنع والده. دايما اقول ان الجيل الجديد هو اللي هيبقى طوق النجاه للزراعه. طيب في مصر. طب ما تقول لنا الزراعه تمت ازاي هنا دكتور؟ زرعنا الاول او الطريقه المثلى، تمام، او المعاملات الزراعيه المثاليه لزراعه الذره مع الصويا تحميل. الحاج محمد شورى قول مطبق 70% من تعليماته. تمام. الصح نعمل ايه؟ اجي في نص اربعه الثاني اروي ريه على الحامي بجيركن واحد نوفا بلس. احنا بنعمل مصاطب عرضها 140 سنتي، بعمل اربع جور بين الجوره وجوره 25 سنتي على ظهر المصطبه. الارض اوريدي مرويه بالنوفا بلس، ففول الصويا نازل في ارض غنيه جدا بالميكروبات. بعد 20 25 يوم اجي على الرشتين في ظهر المصطبه ازرع الذره ببلانتر يعني بعجله كده بين الجوره وجوره 15 سنتي. والمزارعين اتقنوا الزراعه دي، فبقى عندي صويا عمر 25 يوم وذره عمر يوم. على ما الصويا يوصل على الاقل 55 يوم الذره بقى 20 25 يوم وطوله عدى وطول وما يضللش على الصويا. هي دي النقطه. يعني ليه زارعين الصويا الاول؟ شوف حضرتك الشمس ضايله الصويا ايه؟ عشان الصويا محتاج لو شمس. لو الدوله اتزرع الاول يغطي على الصويا، الصويا ما تطلعش. يعني ليها تركه في الزراعه. الثانيه الحته اللي بكلم حضرتك عليها بقى، على ما الصويا يحصل له ويل استابلشمنت في التربه يفرز الماده السامه دي. فهنزرع الدوره مش هيجي دوده حشد، لان الماده السامه مستنيه الدوده. يعني دكتور معقوله دوده الحشد اللي مدوخه العالم كله حلها في افرازات جذور فول الصويا؟ في ابحاث يا دكتور او حاجه بتثبت الكلام ده؟ اللي بكلمك عليه يا استاذ غانم علم بيجري اسمه علم المكافحه الحيويه، علم كبير جدا. ازاي ربنا خلق كل افه لها الاعداء الطبيعيه بتاعتها. اللي انا عاملينه هنا في التربه ان التربه دي لو مش غنيه بالفايتو اليكسنز دي ضرر الحياه تكمل والاصابه شديده جدا، بدليل كل المزارعين بيشتكوا من الحج، مش هنا بس، مش في المفيد. يعني انقاذ الذره في مصر تحميل فول الصويا. احمل فول الصويا؟ لازم احمل فول الصويا. اولا انا عامل تسميد مجاني فول الصويا اللي بيسمد الدورة. الثاني افرازات جذور فول الصويا بالنظم الحيويه تفرز الفايتو اليكسنز دي، فما اجي احلل التربه الاقي فيها الماده دي. يعني لو زرعت كيماوي ما ينفعش الماده دي؟ ما الاقيش الماده دي. يعني لو زرعنا تحميل دورة على صويا كيماوي مش هتلاقي الماده دي، هيقعدوا تحج برضه تصاب. دي النقطه اللي بكلمك عليها. ايوه. النظم الزراعه الحيويه حكيت حضرتك قبل كده التقرير بتاع تروب انتاج بتاع المانيا، هو بيتكلم العالم لازم يغير نظم الزراعه التقليديه عشان نقلل التكاليف دي. واحده امان على صحه الانسان والحيوان والبيئه، ده الشرط. الثالثه انا عايز في الاخر زراعه اقتصاديه، زراعه مستدامه. يعني ما يجي يزرع قدام العلوه دي يزرع بعديها هنزرع بوش برسيم او نروح لفاصوليا. الارض مستمده اوريدي موجوده فيها الدوره الزراعيه. الارض زي دي بقى الزرع فيها دوره، بنزرع علوتين فاصوليا، علوه شتوي وعلوه صيفي. بعد الزرعه دي بعد اليوم دول في اول شهر 9 نشيل ده ونريح الارض اسبوعين وازرع فاصوليا. ايوه علوه شتوي في نص 9 اشيلها في اخر 12 اول يناير ورايح الارض شهر ازرع علوه صيفي فاصوليا تاني وبعدين نرجع تاني لدور الاصدار. ليه علوتين فاصوليا؟ لان دي الفاصوليا النهارده الفدان الاقتصادي عايز اوصل الفدان يجيب 150 الف جنيه وخلي المزارع يحكي لك ديت 150 الف جنيه فدان في الثلاث علوات من الفاصوليا؟ من فاصوليا علوتين وفول صويا. ده غير 800 الف جنيه علف. 800 الف جنيه علف. يعني انا عايز الفدان نقدر نقول الفدان ازاي يجيب حوالي مليون جنيه. الجدع اللي قدام حضراتكم ده هو المزارع محمد شورى صاحب ال 16 قيراط اللي اتنفذت فيهم تجربه تحميل الذره على فول الصويا. تعالوا نقابله. حضرتك عامل تجربه مش اي حد يقدر ينفذها بالجمال ده. اولا ليه زراعه حيويه؟ قررت تزرع زراعه حيويه؟ الاسمده موجوده ولا لا الكيماويه؟ عايزه برضو افهم الموضوع. ده من وجهه نظرك. طبعا انا حبيت ازرع الزراعه ديت اولا علشان السلاج، وطبعا شفتها على قناه القاهره والناس وبرنامج جدعان. ايوه واخد بال حضرتك. وابن شفه فطبعا قال لي لازم نجرب التجربه دي، فاحنا حبينا نجرب التجربه دي والحمد لله احنا جربناها والحمد لله وصلت لمرحله جميله جدا. انت حملت قبل كده دور على صويا؟ لا
أول مرة. ليه نفذتها؟ أولاً أنا نفذتها وقلت لازم أجرب التجربة ديت وأخدها، علشان طبعاً طن العلف النهاردة للحيوانات النهاردة بكام؟ ب20,000، ب18,000 طن العلف. طبعاً لازم تحتاج معها تبن، لازم تحتاج معها حاجات تانية، أما ده هيبقى أكل من غير علف ولا أي حاجة خالص. تعالى نحسبها، أنت زرعت بكام هنا؟ أنا زرعت، جبت بذور شكارة 30 كيلو ب1,550، تقاوي ذرة ب400 جنيه، أدي 2000، واخد بال حضرتك، أدي 2000، وجبت ناس زرعتها 3000، وطبعا الحرت والري والكلام ده كله 2000 كمان، أي 5000. طبعا أنا سبخت بسباخ بلدي وتعاملت مع المنتج اللي هو نوفا بلس. جبت كم جيركن؟ جيركنين. بكام؟ الجيركن ب490 جنيه، يعني ب500 جنيه. تمام، بس كده التاجر بتاعك بيغلي عليك. بيغلي عليا طبعا، انا ما اعرفش طبعا. يبقى كده 6000 جنيه. تمام، طبعا هيبقى يجي جنفار تحصد وجرار يدرس والكلام ده كله ولودر يكمر. طبعا هتبقى 2000 كمان. لا هتخش لها في 4000 جنيه. يبقى كده 9000 جنيه. 10000 جنيه. تمام، ونحط لك كمان 10 في الشهر. تمام، يبقى كده كام؟ 20000 جنيه. 20000 جنيه. لازم يبقى في جيبك فلوس. كلفتك الزرعة دي في 100 يوم، 100 يوم يعني 30,000 جنيه مرتب ليك. تمام، يبقى 40,000 جنيه. تمام، جبت 40 طن علف. 40 طن علف صح؟ تمام، مش انت متوقع الحصاد هنا يوصل 40 طن؟ طبعا. اديني بقى ليه الحيوي؟ ليه فكرت في الحيوي وليه اصريت عليه وحاسس بفرق ولا لا؟ طبعا الفرق شاسع جامد جدا. اولا علشان استخدم الارض دي كماوي، اقل ما فيها احط الارض ديت 4 شكاير لوريا. الاربع شكاير لوريا في الجمعية الشكارة ب250 جنيه. هي موجودة في الجمعية؟ ما بين اي ولا يعني بيتصلوا بيكوا الاسمده؟ لا، ما فيش حد بيتصل. انت بيجي الموسم بتاخد بعضك وتروح الجمعية علشان تجيب الكيماوي بتاع موسم مثلا الشتوي او موسم الصيف. طب لما روحت السنة دي؟ روحت السنة دي للاسف ما لقيتش كيماوي في الجمعية. ما علينا، انت تصرفت فورا واتحركت نحو التسميد الحيوي. السماد الحيوي، بس عشان ما لقيتش الكيماوي ولا قناعة منك ان انا عايز اقناع بان انا اجيب، لان انا جربته قبل كده في الذره والفاصوليا. يعني دي مش اول تجربه ليك بالاسمده الحيويه؟ لا، يعني انت داخل حيوي وانت مطمن؟ طبعا، ده انا معلم حيوي. طبعا صح ولا لا؟ عندنا تجربه قبل كده؟ طبعا، لان انا اتفرجت هنا واتفرجت هناك. انا على طول يومي بعد على الطريق وبشوف الفول الصويا اللي مزروعه على الطريق وبشوف الفول الصويا بتاعي، بقارن ما بين ده وده. طبعا بتاعي بالصلاه على النبي، يعني مش علشان الزرع بتاعتي لا، بس اللي انا بشوفه بالعين المجردة، إن أنا بشوف الفول الصويا عندي طوله دلوقتي تقريباً 1.5 متر. الفول الصويا دوكهت ما يتجاوزش 75 سنتي. تعالوا بقى نقابل المزارع أحمد شورة، وهيكلمنا عن أسباب اتجاههم للزراعة بالأسمدة الحيوية وإزاي ساعدتهم في مكافحة دودة الحشد. أنا مبسوط جداً من وعيك ومن إصرارك على أنك تزرع مركبات حيوية أياً كان الاسم هو، ولكن أنت اتجهت للزراعة الحيوية وقلت لوالدك، قلت لعمامك انا مش هزرع غير بالشكل ده. دماغك كان فيها ايه؟ عايز افهم. دماغ ان احنا عايزين نتجه للعلم الحديث، انما احنا طول ما احنا شغالين بالكيماوي وبالاسمده التقليديه مفيش انتاج زي ده اللي انت شايفه ده يا فندم. وبعدين احنا لجأنا كمان للاسمده الحيويه لان احنا بنروح الجامعات الزراعيه ما بنلاقيش كيماوي، وعايزين ندور على الاصلح وعلى الافيد وعلى اللي يدي معنا انتاج اكتر. ليك تجربتين زي ما الحاج قال لي. انا اول مره جربتها في الذره. الذره، وبعد كده عملنا تحميل الصويا على الذره او الدرع على الصويا. ملاحظاتك انت بقى؟ ملاحظات الكاميرا مبينه. كاميرا خير دليل. تمام، ليا وللناس. انا كفلاح بارضي شايف ان دي حاجه مبهره، وعايز يعني اقول للناس تعمل زي ما انا ما عملت. عندي ارض ثانيه عانيت فيها معاناه جديد في دوت الحشد، لدرجه ان انا مشيت بلعمت الدرع في البلعوم معقوله قدرت على 30,000 نبات تحط في البلعوم مبين؟ وفز الحر زي ده كده. انما انا هنا ما رشيتش غير هي رشه واحده فوق بس، ما كنتش لسه حطيت لنوفا بلس ولا رشيت نوفا كي. لما حطيت النوفا بلس ورشيت النوفا كي ما شاء الله، ما يعني تمشي في قلب الغيط، ما فيش دودة حشد خالص نهائي. اللي تابع تجربه ال شورى في زراعه الذره الصفراء وفول الصويا في ارضهم بالمنوفيه هو المهندس الزراعي عمر الهواري، مدير الدعم الفني لشركه بايو بيراميدز للمركبات الحيويه. ركزوا معاه. مهندس عمر الهواري، دينامو بايو بيراميدز. الله يبارك لك. اشكرك على التواجد مع المزارعين بشكل يومي ثابت، بتقول ارشادات، بتعلم الناس، بتتابع الزرع. برافو عليك. الله يخليك. عملنا ايه مع ال شورى؟ باختصار شديد يا استاذ محمد، النهارده احنا في قريه القلشي مركز سلام محافظه المنوفيه، عاملين طفره في نظام الزراعه الحيويه. هناقش حضرتك في 3 نقاط مهمين
باختصار شديد جدا. النقطة الأولانية إن إحنا إزاي أصلا نعيد حيوية وخصوبة التربة المصرية بتاعت أيام زمان. طب بنعملها إزاي؟ لابد إن أنا أعالج مادة عضوية في الأول في التربة، بتساعد معايا في تفكيك التربة، في النفاذية، في المسامية، كل ده بيعيد هيكلة بناء التربة ونشاط الميكروبات التربة النافعة في الأرض من أول وجديد. ده بيبقى عن طريق المكمورات اللي بنعملها مع المزارع. مكمورة بالنوفا بلس بتكمر 25 يوم. مع مخلفات زراعية ونحطها. بالظبط كده، اللي هو الطريقة بتاعتنا المشهورة اللي هي الكمرة بالنوفا بلس. النقطة التانية، أنا عايز أوفر على المزارع بدل ما هو بيروي الفدان في 3 ساعات، لا أنا عايز أقلله ساعتين. طيب هوفر في كمية المية إزاي وأنا زارع محصولين في نفس وحدة المساحة؟ تعمل المصطبة وتزرع فول الصويا وبعدين تحمل عليها الدور بعد 21 يوم. طيب أنا لما أحمل فول الصويا على ظهر المصطبة من فوق، طبعا هيقول لي طب أنا المية توصله إزاي؟ هو بيروى بالنشع، مش محب المية كتير. طب أنا أوفر في كمية المية، أنا عامل محصولين في نفس وحدة المساحة، يعني الفدان ده كأنه فدانين مزروعين. النقطة التانية، الفول الصويا موجود على 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 ظهر المصطبة، يعني زي ما حضرتك شايف الشمس قديه عاليه والعرق واصل لنا زي عامل ازاي، والكاميرا اكيد موضح الكلام ده، بيعكس اشعه الشمس انها توصل للتربه فبتقلل من عمليه البخر. طيب النقطه الثالثه، انت كده اتكلمت على خصوبه التربه وتوفير ميه، فاضل دوده الحشد. دوده الحشد ان انا اكافحها ازاي؟ انا في الاساس اصلا في بدايه الدوده ديت لها دوره حياه من بيضه يرقه عذره حشره كامله، هي اساسا في الاساس وهي لسه بتكون فراشه بتطير 100 كيلو في اليوم ما يقرب، بتوضع بيض كتير بتفقسه في التربه، فانا معقم التربه موجود فيها سلالات معينه من نوفا بلس بتكافح مع افرازات الجذور بتاعه فول الصويا تمنع الدوده تفقس، ولو فقست ما تنشطش معايا. النموذج اللي قدام حضراتكم واللي اتزرع فيه فول الصويا مع الذره حل سحري لتوفير الاعلاف الخضراء لمنتجي الالبان واللحوم من اصحاب مشروعات الانتاج الحيواني وباقل تكلفه، وبالتالي هو كفيل بتشجيع المربين للثروة الحيوانية على الاستمرار ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار خامات الأعلاف.